من مراكش هذه المدينة الساحرة كان لي الشرف أني نحضر ونقدم حفل ومهرجان يعتبر من أهم العروض في المغرب وهو قفطان. في دورته الـ 22 اختار عنوانا مميزا وهو الأعراق، حيث طلب من كل المشتركين أنهم يتعمقوا ويغوصوا في حضارات يأخذوا منها حاجات ويضيفوها لهذا القفطان بلمسة خاصة ومميزة. بارت 1، خلونا نشوف الكواليس والتحضيرات اللي فيها الكثير من الجهد والكثير من الألمنتس الإنسانية، وأظن هذا هو اللي خلى هذا المهرجان ينجح أكثر. بمراكش وتحت شعار الأعراق الصامدة أقيمت تظاهرة قفطان 2018، ويلي تعتبر أول تظاهرة عالمية للموضة المغربية من عام 96. أحيت الفنانة أسماء المنور التظاهرة، وعلى إيقاع عنده الزين اهتز الحاضرين لأداء أسماء المميز. وهالأغنية مستوحاة من التراث الشعبي المغربي، وهيدا يلي خليها تتماشى مع المناسبة. وإلى جانب أسماء شرك بإحياء الحفل زهير البهاوي وموك سعيد. ضحكت معاك وتحكي لي ديك البسمة، وأنا وياك كدرت معاك قلتي لي لا. صرا شرف كبير لي لأنني نكون في هذه التظاهرة هذه الكبيرة، وأنا فرحان بزاف أنني كاين في قفطان. الحمد لله بنات بلادي اليوم جاو غزالين، وشكرا لأي واحد كيتبعنا. وطلق بلال العربي بروحه الحلوة وحبه للفاشن بجميع أنحاء العالم، إلى جانب زينب عبيد اللي شاركته بتقديم الحفل. يعطيكم الصحة، برافو على هذه الدورة الرائعة. أطلت الإعلامية وعرضة الأزياء ليلى حديوي. فرحانة بزاف لأن هذا هو لو رانديفو اللي ما خصناش نخليوه، باسكو سي كافطون فوالا. سي جو بو با تو دير، ما يمكنليش نقول لك شنو هو الاحساس، باسكو مخلط فيه الخلعه ومخلطه فيه الفرحه. وضعت 16 مصممه مغربيه ابداعاتها بعروض القفطان، متمسكين بروح الاصاله والعراقه، وبالوقت ذاته مستوحين افكار من التراث الامازيغي المغربي. ونشوف بعيني وانا كذاب، وانا كل دفا تتادب تقطع في تعذب، كل دفا تتسقم. وبالرغم من اشتراك المصممات ببعض التفاصيل، الا انه لكل مصممه لمستها الابداعيه الخاصه ويلي بتحمل توقيعها، ولكنه بنفس الوقت ما خرجوا عن روح القفطان المغربي الاصيل. برغم كل التعب المبذول كرمال المهرجان يطلع بالشكل الحلو، كانت الأجواء بالكواليس فرحة وكلها بوزيتيف انرجي. التراث والأصالة، ويحيى هذا البلد الحبيب. كل عام وانتم بخير.